طلبك ناقص يا ست. يا ابني دي رابع مرة، ناقص ايه تاني؟ الدم. يلا يا ستي ما تعطليناش. يا ابني اعمل معروف، انا ما اقدرش ارجع تاني، انا تعبانة. حط انت الدمغة وخد حقها. ثمنها كام؟ هنا مش البوسطة، البوسطة في اخر الشارع. روح هات الدمغة وتعالي، ما ينفعش الطلب من غير دمغة، دي مسؤولية، التعليمات بتقول كده. بقول لك ايه يا ست، خدش. خد ورقة بوسطة اهي، اتفضلي. ربنا يكرمك يا بنتي، اصل انا ما اقدرش اقف في الطابور تاني، ده انا من صباحة ربنا على رجلي. ومين سامعك؟ والله العظيم انا رجلي دابت، بس هنعمل ايه؟ الموظفين يومهم بسنة. هحجز لك المكان عبال ما تروح تجيبي بدلها وتيجي. نعم، احجزي لها. طب ما تحجزي لي انا كمان تذكرتين. هي ظهر فاكرة نفسك واقفة في طابور السيما. انا لا سيما ولا مسرح، انا ورقي كله جاهز من جميعه. عاملة حسابي اعمل ايه؟ اللي تسع من الشوربة يوقف في الزبادي. عدي بعد شهر. لسه هستنى شهر تاني. اه شهر، 30 يوم بس، مدي ربنا غيرك بيقعد سنين. يلا يا ستي ورانا شغل. امري الى الله. متشكرة يا بنتي. على ايه يا اختي؟ دي حاجة بسيطة، الناس لبعضيها يا حاجة. ايه ده؟ احنا لسه هنتساير، وريني طلبك انت يا بتاعت الشوربة والزبادي. اتفضل، انا ورقي كله جاهز، وعاملة حسابي لو عايز ورقة بوسطة زيادة هتلاقيها جوه. غلبوية. الست اللي مقدمة لها الطلب دي تقرب لك ايه؟ أم يا سعادة البيت. في حد بيعولها؟ يعني إيه يعولها دي؟ يعني بيصرف عليها جوزها، أولادها، أخواتها. لا يا سعادة البيت، دي غلبانة وقطوعة من الشجرة، وأبويا عوطلي قاعد جنبها على السطوح. أصل خلفته كلها بنات، وأنا أختهم الكبيرة، وشايلاهم كلهم على راسي. أي على راسي يا سعادة البيت. جوزك بيشتغل إيه؟ أنا مش متجوزة، أنا مخطوبة بقالي 10 سنين وأكتر كمان. ياه، 10 سنين ولسه ما اتجوزتيش. هعمل ايه؟ بكتل اسود اسمه ونصيبي ساعات البيت. وانتي بتشتغلي ولا عواطليه؟ لا يا بيت، بشتغل سريحه في سوق خضار على باب الله كده. كلنا على باب الله. عدي بعد شهر. شهر؟ يا مصيبتي، ده انا بقالي 6 اشهر راحه جايه مع البهوات اللي قبل منك يا بيت، لما رجليا دابت. انا اعمل معروف، انا مش عارفه اشيل امي خالص. انا بقول لك شهر، ما قلتلكيش سنه. الامر لله، استنى شهر. بقول لحضرتك، قلتيلي بتشتغلي ايه؟ سريحه بسوق خضار، ببيع فاكهه وخضار. يعني تؤمر باي خدمه؟ ابدا، هو سؤال واحد بس. اتفضل. سؤال، اتنين، تلاته، عشره، براحتك. هي الطماطم مالها شحه اليومين دول في السوق؟ امال سموها مجنونه ليه ساعات البيت؟ عشان يوم في العالي ويوم في الواطي، لكن وحياه غلاوتك عندي بكره هجيب لك قفص مش موش. يعني ايه مش موشش؟ هقول لك يعني ايه. اصل القوطه دايما لما يبيعوها يبقى فوق الوش هو اللي حلو، ومن تحت كله معفص وبايظ، بياكلوا له الكتاكيت والفراخ. لكن اللي انا هجيبه لك مورد كده، شكل التفاح الامريكاني. كتر خيرك يا ست. بس بقول لحضرتك ايه، حاول تخلصني من موضوع امي ده، بس تعبت قوي من المشاوير. طيب بلاش بكره، خليها بعد اسبوع. وتسلمني الكرسي؟ ربنا يسهل، بس اوعي تنسي المجنون. انساها ازاي؟ المجنون هعقلها لك واجيبها لغايه عندك، تستاهل بكره. عن اذنك. اتفضلي. ما اتجوزتش من 10 سنين، رجاله ما عندهاش نظر صحيح. بختك يا ابو بخيت. اعدي امتى؟ يا ساتر يا رب. بتقولي المرحوم جوزك بيشتغل ايه؟ طربي. يا ساتر يا رب. انت تنور يا حسين باشا. مواعيد ايه؟ ده مكتبك، تيجي في اي وقت. على فكره الطلب بتاعك اتوافق عليه، الف الف مبروك. انا بنفسي شايفاه في البوسطة. حاضر حاضر. لا ده وعد هيجيبه لك لغايه عندك. مع السلامه. شكرا يا مدام موجه. على ايه يا حسن بيه؟ دي حاجه بسيطه خالص. انا هستناكي. وانا هجيلك بعد الشغل. اتفضل يا حمدي بيه. شكرا يا مدام موجه. وانا هخش امتى مدام موجه؟ يا صباح، انا قلت لك عدي الاسبوع الجاي. الله، ما انا قاعده من الصبح وكل يوم على الموال ده. هو في ايه؟ خيار وفقوس؟ خيار وفقوس؟ انت فاكره نفسك هنا فين؟ في سوق خضار؟ انت هنا في مصلحه حكوميه. ما انا عارفه ان انا في مصلحه حكوميه وعايزه اقابل البيه. الاوض هتتهد فوق دماغتنا وهترمي في الشارع. قلت لك الرئيس مش فاضيلك، وراه شغل غيرك. انا عايزه اعرف بقى، احنا ما نشبهش الناس اللي دخلوا دول ولا ما نشبهش؟ وطي صوتك، الرئيس لو سمع مش هيحصل لك كويس. الرئيس هو في ايه؟
كل ما اروح حته تقولوا لي الرئيس، اروح البوسطه يقولوا لي الرئيس، اروح الشؤون الاجتماعيه يقولوا لي الرئيس، اجي هنا تقولوا لي الرئيس. انا اللي اعرفه ان البلد دي مفيش الا رئيس واحد بس. انت كده بتتكلمي في السياسه وبتحرضي الناس على الشغب. انا هطلب لك البوليس. البوليس؟ اطلبي البوليس، اطلبي النيابه، اطلبي اللي انت عاوزاه يا حبيبتي. البيت هيتهد فوق راسنا ويا روحنا بعدك روح. سيد يا سيد، تعالى شوف الست دي طالعه برا. برا؟ خوفتيني في السيد. برا برا. طب وديني النبي، ده انا طالعه من هنا على المحافظه عدل، هشتكيك للمحافظ يا بوق هاني. تعالي معايا بس. اوعى لما اخد البوق بتاعي. اهو اهو تعالي سوا حبيبتي. كمان برا ايه؟ انا بوقه. ايه يا صباح؟ حد يقول لمديره المكتب كده بوقه بوقه يا صباح؟ يا شيخ ما حاجه تحرق الدم، بوقه ولا موقه اهو كله محصل بعضه على نفس الوزن يا اخويا. يا صباح لا، الوزن يختلف كتير، دي موقه يا صباح انا قد كده والبوقه قد كده يا صباح. خلاص يا سيدي انا مستعده اشيل البوقه دي على راسي، بس تخليني اقابل رئيس الحي. لا رئيس الحي لا يا صباح لا لا. امال مين اللي هيخلصني من المصيبه دي؟ انا اخليك تقابل اللي خلص لي كل حاجه، بس اهم شيء كتني وافتحي مخك. افتح مخي اكتر ما هو مفتوح، ده مفتوح ببراد شاي وكتموهولي بيمكن كيلو بن ولسه بتقولي افتحيه. براد شاي ايه وكيلو بن؟ انت جايب قهوه يا صباح؟ بطلي لسانك ده اللي عامل زي الفرقله وفتحي مخك وسلكي الامور وسايسي المسائل. اسايسي الامور واسلك المسائل؟ الله انت تقصد ايه؟